الحكاية هي هي، يمكن التفاصيل بتختلف لكن النتيجة واحدة. في النهاية هو جرح بيجي في جسمها ويسيب أثره في قلبها وبتفضل عايشة بيه العمر كله، زي صباح اللي طلبت مننا إن هي ما تبينش وشها لكن أصرت إنها تحكي لنا تجربتها. ازيك يا صباح؟ الله يسلم حضرتك. طبعا شكرا إنك قررتي تسجلي معانا. وكل الستات طبعا يعني شايفين إن الموضوع ده حساس شوية، ليه؟ مش حابين يتكلموا فيه عن تجربتهم مع الختان؟ حساس بالنسبة لنا عشان احنا أرياف، عشان عندنا ده مقتنع ان هو ده الصح. ماشي، محدش يقدر يقول ان كده غلط. لحد دلوقتي اهالينا مقتنعين ان كده صح. ماشي، انا مقدرش اقول لبنتي ده انا مش هعمل لها ختان. ماشي ماشي، جدتها هتحكم علينا ورأيها بيمشي. يعني المشكلة في الجدات، الجدات دلوقتي ممكن رأيها يمشي. لازم رأيها يمشي، هو ده الصح. انت عندك بنات؟ عندي اتنين. طب هتعمل ايه؟ لا انا عندي بنتي كبيرة الحمد لله ما عملتهاش اي حاجة، هي عندها 13 سنة. بس الحمد لله ما هنتش عليا اصلا. بعد تجربتك؟ لا انا هي تجربة قاسية وما بتتنسيش. ماشي، وخصوصا زمان ما كانش فيه يعني ايه مطهر، يعني ايه نظافة، يعني ايه استعانة. طب كلميني، يعني ايه اللي حصل؟ ما كانش حد بيستعنى في الموضوع ده. الجرح ده مشكلة عندنا، يعني انا تجربتي كده ما عجبوليش. يعني ايه مطهر؟ يعني ايه اقولك ايه شوية مية سخنة وخلاص، شوية ترابة من بتاعة الفرن ديت وارتيم الجرح خلاص هيخف كده. ثانية واحدة، ترابة من بتاعة الفرن؟ بتاعة الفرن. تحطيها مكان الجرح؟ مكان الجرح كده هيخف. طب ده يعني دي كارثة. ما هو مفيش، ما هو ده النظام اللي كان ماشي دلوقتي في الوقت ده. طب احكي لي ايه اللي حصل. انا يعني تجربتي كان عندي حوالي 8 سنين في تانية ابتدائي، ما اعرفش يعني ايه ختان. ففجأة جابوا الست ديت، انا كنت عارفة ان الست ديت هي بتاعت الحاجات ديت او هي اللي بتروح تولد الحريم في البيوت وكده يعني. فما عادي، فقالوا انها تيجي عشان كذا وكذا، فانا خفت فهربت، طلعت على السطح وهربت وكده. فبعد كده ايه قالوا ده مشيت وكده وخلاص مفيش مشكله انزلي. اول ما نزلت رشت عليا حاجه ببخاخه كده، فدخت على وشك؟ على وشي. فدخت ما حسيتش بحاجه تاني بقى بعد كده. بس اللي انا شفته معاها كان معاها موس من بتاع الحلاقه. ده جديد يعني، هو كده معقم في اعتقادهم ان الموس ده حاجه معقمه. ماشي، يعني هي فتحت موس جديد وبس. وبس، وتحط حاجه على وشي. تحط حاجه على وشي كده عشان انا ما اشوفش هي هتعمل ايه بعد كده. بس وخلاص كده بقى انا فضلت فتره بخاف. دي بتسبب لي عقده نفسيه لحد دلوقتي، ممكن اخاف من الضلمه. ماشي، اخاف من اي مكان جديد اخش فيه، لازم اخد وقت عبال ما اتاقلم في المكان ده. ماشي، ده بيسبب خوف وقلق. لا فيما بعد الواحد يفضل خايف ومتعقد من اللحظه اللي حصلت. طيب مين اللي كان اخذ القرار؟ والدتك ولا والدك ولا جدتك؟ جدتي برضو. جدتي. جدتي هي اللي خدت القرار، زي دلوقتي برضو جده بنتي هي اللي كانت عايزه تختمها ومصممه. طيب موقفك؟ رغم ان انا وابوها ما كناش موافقين وخايفين، بس هي مصممه. طب موقفك مع جدتك كان ايه؟ في الوقت ده انا ما كنتش فاهمه حاجه، ما كنتش عارفه حاجه. فاهمه؟ فبعد كده خلاص بقى، ليه انت عملت كده؟ هو كده، هو كل الناس بتعمل كده، وانتوا تطلعوا شرع لوحدكم؟ كل الناس بتعمل كده. طيب يعني اسمحي لي في السؤال ده، يعني لما جيتي تتجوزي هل الموضوع ده ضايقك شويه او كان قلقك او كان مخوفك مثلا من فكره الجواز؟ لا، هو فيما بعد الموضوع ده بيتنسي بالنسبه لنا، مش بيتنسي في ذهننا، احنا بنحاول ان احنا ننساه. يعني حاجة جرح في قلبك مش كل شوية هتدوسي عليه وتفتكريه، لكن بتحاولي انك انت ايه تتجنبيه او تبعدي عنه. يعني صباح انت بتقولي ان الجيل الجديد من الستات هم مؤمنين ان البنات أيوة ما يكرروش التجربة. وخوف. لكن المشكلة في الجدات. الجدات. شكرا يا صباح، وبالتوفيق ان شاء الله، وربنا يخلي لك ولادك ويحافظ عليهم. متشكرة حضرتك.